هيقدر ابو بكر سريع جدا، هيقدر ابو بكر هو واحمد الكاس وعاملين خطوره بالغه على دفاع نادي الزمالك. واحمد الكاس تبعي اللي بيغيب النهارده اكيد مأثر في دفاع نادي الزمالك. لسه هيثم فاروق وحسام عبد المنعم والانسجام وجوه منطقه الجزاء وهوبا بيمثلوا خطوره بالغه على دفاع نادي الزمالك. وغياب بشير السبعي مأثر في دفاع نادي الزمالك، مفيش انسجام بين حسام عبد المنعم وهيثم فاروق وما يقدمش خبر. حيدر ابو بكر يحرز احلى اهداف هذا الموسم، حيدر ابو بكر ادي الكروسه الاولى لسوليداني ودخل جوه منطقه الجزاء. طيب حسام عبد المنعم وخايفين من ضربه جزاء ورقص محمد عبد اليوسف وحطها حلوه حلوه حلوه، والهدف الثاني لنادي الاتحاد. الهدف الثاني اعزائي المشاهدين لنادي الاتحاد، الشوط الاول. لسه بقول لحضراتكم مباراه مثيره وممتعه، وهدف هنا وهدف هنا، وادي الهدف الثالث في اللقاء لحيدر ابو بكر. 2-1 اعزائي المشاهدين، والزين عبد الدقيقه 38 الاتحاد السكندري